حل علي سبيل سهل إيه؟ إذا تفكت لعدد السيدات التي سجدتها أين فيك سيدات؟ لا لأن الأصل تجد أنه لا بد من أدائه يسير فإذا شك في أدائه وفي أثناء الصلاة تشك فيه جئت تركه يشك في ترك ركن فكتركه فعليه أن يأتي بسجدة يدري عن اليقين ويأتي بسجدة وإذا أراد أن يسلم فإنه يسجد للسهو وأن سجود السهو يسرع للتسجيد له لكن إذا لم يأتي به وسجد للسهو ما يكفي هذا؟ ما يكفي هذا لأنه يعتبر تاركا لركن فلا تصح صلاته فإن كان العهد قريبا فإنه يقوم يأتي بركعة كاملة سلمه على هذا التسليم فإنه يقوم يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو بعدها إذا أراد أن يسلم لأن من شك في ترك ركن فكتركه جزاكم الله خيرا.